شكرا يا أخ علي. ننتقل إلى علي السعيد من الخرج. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ صالح، أنا عندي أحد الرعاة واكتشفت أنه صوفي، هل يجوز أن يستمر عندي أو أني أسافر يا شيخ؟ بارك الله فيك. وش يحصل منه؟ يحصل منه شيء يعني مستنكر؟ يحصل منه مستنكر يعني في الصلوات وفي الابتعاد عن الصلاة كثير من الأوقات. وش يحصل؟ وش يحصل؟ يحصل الشيخ أن اكتشفنا في الصوفية فسألنا فقال لا أجيبكم على الشهادة، فعرفنا من كلام الصوفي. إذا يحصل منه دعوة إلى التصوف ويدعو الناس إلى التصوف، أو أنه يعمل أعمال تتنافى مع شروط الصلاة أو مع أحكام الصلاة، فهذا تناصحه وتبين له، ربما أنه جاهل تبين له، فإذا لم يقبل تنهي عقده وتسفره. نعم، جزاك الله خير يا شيخ.